اسبانيا والكاميرا يا يا اسبانيا والكاميرا I hate you. I miss you. This man is the boss man. Hello. Hello. يا ربي اهلا بك خلصتوا انتوا هذول انتوا خلصتوا ها خلصنا هذول نحن هذول لا سحناكم والله بكل شيء بكل شيء بكل شيء بكل شيء مش نايم ما هو يا جنني مش نايم صمت فينا بالنومينسيون بقالي ثلاث ايام عم نزل وقتي ببالي تعرفوا باشا اما هو قال سمينة طبعا انبسط لانه كنا مسافرين انت كنت بتقولها سمينة ليه؟ اليوم قبل ما يمشوا دغري العد كان المي مقطوعه باسبانيا وما تحمموا على وجه ثاني المي مقطوعه لا لا شيء شيء اسبانيا والكاميرا يا سلكتوني شنو ما سوينا يا حبيبي لا تسأل شو قل شنو ما سويته لا 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 أربع ساعات شم ريحة أربع ساعات تدرون ما نمنا يمكن نايمين أربع ساعات بس من أول ما سافرنا أي رحنا فلامينكو يا وين في رقصة فلامينكو فلامينكو واحد اثنين ثلاث والله فلامينكو كان رائع والله رائع رحنا فلامينكو شو you have a spanish song ناس يعزفون i have a spanish song ابشركم كيف المره الثالثه يربح شنو لابتوب وموبايل صدق ربحت لابتوب وموبايل شو شلون كان احدث لابتوب واحدث هي شو كانت ال شو هاي حق بزنس مان و شو كانت الحزيره الحزيره كانت تنزل وتطلع تنزل وتطلع طلعت الكرسي حق البيانو ينزل الشباب بلش بالشباب باش يلا نو بعد ما لقيتوش من هذا ما لقينا ليه ليه انا من اين انا من اين ليه ها طالع But no, you don't understand. If I tell you things, you're gonna see everything so differently. I've seen how it is when someone's alone in the academy. Did you go to the bullfighting thing? No. ما لحقنا نروح الصورة الرابع مو موجود لا بدور عليه هذا طبعا كرت الفندق شو يمشي ذا ولا شو وينه يا جدع فكرنا نجيب اي شيء بس انه لحظة وين الصورة الو نسلم شنطة لا لا كاف كاف صح تذكرت حاطة داخل عزيزان الله يقول اذا كان حبيبك ما ادري وشو البس له اذا كان حبيبك ثور البس له احمر هذه كانت حق منو مكتوب عليها عروسه عروسه تنتظر هذا حق ثاني تقول لي ماي الباقي ما هلا عبد العزيز تقول صح ولا تمشي بس لا انا عايزه لا لا هذيل كانوا بالاسامي Thank you.
بالاسامي كانوا محمد محمد ايش كذا شفنا مهفات بس قلنا يا بولك خلاص ما له داعي فلامينكو تبع الونسون فلامينكو راح ترقصوا لنا فلامينكو انت يعني I know how to dance flamingo I'll dance for you شوف لي شيء انت ما اعطتني اياه ولا شيء اقول لك شيء بصراحه تعال دور يمكن في لي شيء عزوز والله دخنا سبع باقات عشان يجيب لكم هدايا لا يعني مو لاقيين شيء يلا عصير مو والله ما لقينا شفنا هذا لانه وين ما نروح في ثيران طبعا والله ما كله ثيران مجنون العروسات لا لا ما كلها العاب كلها ثيران كلها بيعون ثيران حضرت المباراه حق ذوري لا ما حضرها كان في شيء في واحده برشلونه مدري مين خسر 2-1 بس ما عرفت اني في لحظه كان في ماشي يكون يا عمي كل شيء صار 10 او 6 ايام سامحونا يعني اذا ما عجبتكم الهدايا لا خصني اللي معنا خلصت الهدايا عجبتكم الهدايا ما بتخيل كل شيء يا راح يطلع وهذا اللي يعني حبيبي شوف طلع اسحب انا طعمين راح اطعميك انا خلاص كل يوم هذا شو وين شوف هذا لما يسوون لكم احنا اقترحنا يسوون تبلو فلامينكو ان شاء الله تلبسونه يعني انتوا الاثنين عندكم رقصه لازم نعلمها دلوقتي يا سلام بعد ما لما جورج يجي عشان النومينيز ابراهيم ومحمد بعد ما ننام طبعا لا في يعني ساره لازم محمد لازم تسمي ولا يجيك النوم ولا يجيك بس نوم لازم تعلمكم الرقصه النهارده اكيد بس الرقصه it's hard it's not easy اسال عبد العزيز الرقصه ازاي عبد العزيز ولا الرقصه بتاعت النهارده اه لسار اليوم تعلمتوها يعني وبعدين if you don't learn it and you go to Marzal hopefully I'm going to look bad انا مش ناقصه to look bad in the academy so you're going to learn it by heart until الاثنين نام ربع ساعه بعدين نقعد باش يطق علي الباب ما في نوم صح ما في نوم نقعد شوي ندق على بعض خل نطلع يلا نقوم كلنا نطلع نتمشى يعني شيء غريب عجيب واكل و... مين كنتوا؟ لا كان شيء غريب مين؟ اسمع الجمهور والله شيء عجيب رحنا لان الملعب يم القلعه اللي رحنا فيها فلامينكو تشوف الفلامينكو اي ابو خمي وين اعطيت الورده اللي بسمها اي وين الورده صح وين حطيتها وين زتها على الدرج انت ما اخذت طلعتها معك هيدا عندها لا شو صار معكم من هون اول موسم طبعا اول ما طلعت للمفاجاه اللي قلنا لكم عنها فتحنا الباب انه معنا مفاجاه رح تطلع معنا المفاجاه اللي طلعت معنا كانت احلى مفاجاه بالعالم ما بتتخيل بجد ما بتتخيل وين ورده؟ في ورده هني وراها كنت ماسكها بيدي انا ايه المهم على المطار دغري نحن وصلنا على المطار وحده من بتشتغل بالسوق الحره لحقتنا وفتنا عم ناكل عم مدري شو عم نسوي كنا عم ناكل يعني عم نظبط امورنا اجت لعندي قالت لي انا شو قالت؟ قالت هي جايه بالبرازيل كاينه؟ مو بالبرازيل اللي بالمطار؟ اي تبع المطار جايه من وحدة. جايه من نقلت شغله خصوصي نقلت شغله خصوصي من اول ما ربحت انا جائزه الاسباني نقلت شغله خصوصي على المطار لهون عشان تشوف شغل مثلا مشان تشوفني وما صدقت حالها مشان تشوفني قالت لي بدي بس ايميلك وكذا وهيك اعطيتها ايميلي واعطيتها اغراضي هي اول مفاجاه كانت يعني وبلشوا بعدين كفت هذه ثاني مفاجأة هي أول واحدة لا هذه ثالثة ثاني واحدة ثالثة أول مفاجأة طلعنا من الباب ماسكين جناطنا وصوت ضمير يقول راح نبلش أول مفاجأة تو طالعين أول مفاجأة طلعنا من الباب لنو قال شنو صار بيتي ثاني مفاجأة بالمطار رحنا ولا كان في ناس ناطريننا هناك
خلصنا رحنا على الطياره، بعدين صار محمد واش هذه ناطرته بالطياره، ناس عرفونا لما وصلنا من هناك في المطار عرفونا. شيء شيء عجيب غريب بس ما نمشي ناس سمع بعدين بسمه اكثر شيء بسمه اكثر شيء بسمه لان هناك بس لبنانيين كان في وايد وايد ناس كان في لبنانيين كل ما نسال حدا مين سلم اكثر شيء بسمه سمعها بس هذه الورده الورده وين راحت؟ هذه الورده امس بالليل زين هي اخر حدا بنشوفه هذا اخر واحد واحنا نمشي قاعد نمشي ولا واحد يقول ايا محمد محمد بعدين شاف اقول شافنا سلموا لي على بسمه ولا واحد يبيع ورد كان يشتري ورده هيك صفه واقفين شرى ورده كان نعطيه قلم كان يكتب عليها اهداء من سيمو الى احلى صوت بسمه ما ادري وين حطيت الورده وين حرام اعطوني ورده لا موجوده 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 طلعتها ولا تركتها باكستان لا معاي كانت بايدي لا لا عن جد ناس 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 وايد وايد تابعنا هناك كل مكان كل مكان ثور تجيب انت وياه يحيى سلموا عليه ثور يرقصكم الجو نارا سلموا على اكثر شيء سلموا على بسمه ويحيى ولارا واحنا كياس قوافه يعني لا لا قالوا سلموا عليهم كلهم بس خصوصا يعني لارا ويحيى ما يهمون اهم شيء العرب ما هذا العرب عرب هذا العرب العرب بس احنا لا ريبورتاجنا ريبورتاجنا راح تشوف ناس اسبان اسبان يعرفوننا راح تشوف الريبورتاج عشان لا تقول كذابين يعرفون مين يعرفون انا وباش ايش معزه يعني راح تشوف راح تشوف لا من نفس حكايه دول تنقلوهم كلام عيدهم وراكم لا وحياتك اخذوا المدربين وحياتك المدربين اقسم بالله هذيل صدفه يعني راح اسالهم كذا هيك ولا تصوير يقول اي كلام ما يدرون منه يعني وحي طلع انا انت صدفه يا ثلاث مرات اسم الله ما ادري وبعدين اللي بقول له شوف خمسين يحيى لا هي يحيى زاهر ثاني مره يحيى شوف خمسين يحيى روح هذا الغبي بس لا لا ما تتوقعون هذيل الاغبياء اللي بالشارع شو عاملين شنو مسوين جو يعني هم مسوين زحمه وما تتوقعون ايش كثر عذبونا عشان بس يقولون اسمكم ما يطلع الا لما تحطه تعال ما سمع يعني صوت ال يا حبيبي اطلع خلاص اطلع ما في وش يطلع وين يطلع؟ يلا من التابوت اوه ذاتس ذا ثينج فروم ذا نومينيشن اللي انا كلمتها ان شاء الله ورقوا ما في انه مسألة برنسس لارا وثينك فور جود لك ايه صار انا منك ما وصلت لي الورده الورده تذكرت تحت تذكرت تحت وين القلب؟ طلعت يا اكيد بالجنس الثاني اه القلب صغير صحيح اتمنى تكونوا متعشين لانه ما في عشاء اتمنى او او تاخذون الثيران حقتكم تطبخونها في بصل اسمعك معاتك اسمعني وانت مين قلنا لكم ما دي اهم حاجه حاولنا نجيب ثور كبرك ما لقينا هذا اكبر شيء حصلنا ثيران اشكال غريبه عجيبه بس هذيل احلى هذاك ملونة بس معاقة عرفت؟ من جد يعني هدية أبو علي أحسن من هديتك أنت وجهك يعني عطني إياها عطني إياها أبوه راح أوصل والدي يجيب ثور فهمي من جد أنا بسافر بعدين بجيب له ذبانة ذا ما أدري كذا بس إيش منك حلا عزيز طالعين خايفين مرعوبين كأنه أول مرة جد طالعين إنه هلا هيك على الكاميرات طالعين نحكي هلا كنا نقول تحت جد بقى تحسيته الشعور تعرف اللي من كثر ما طلعنا ما قعدنا بالفندق صرنا عادي مثلا انا وباش كان فينا يعني نطلع نروح نتمشى نخلص ونرجع ما حد يدري يعني انتم بحالكم تتمشون ولا كيف؟ لا لا ما تمشي كلنا مع بعض كلنا مع بعض ولا مره احد خلينا اربع اشخاص كلنا مع بعض كلنا مع بعض كله سياح كله سياح انا لما كلمتكم زين اول ما كلمتكم يعني ما كنتوا تسمعوني ما سمعنا طالعين على مدينة الملاهي طالعين مدينة الملاهي اول شيء ما كانش ريكوردد كان غيري مباشر يعني ايه مباشر سمعنا في لما انا قلت انا كمان بحبكم انت وكلكم وقلت لي مش هيسمعوكي سمعنا بس لا I started answering back